واحد بيقول ما تفسير قول رب المجد يسوع المسيح اني اسامح اخي 70 مرة 7 مرات؟ ولماذا اختار هذه الارقام بالذات؟ هو رقم 7 يدل على الكمال، ورقم 10 رمز للوصايا. فكلمة 70 مش معناها 70 بالضبط، يعني دي حاجة رمزية. يعني لو اخطأ اليك 71 مرة مش هتغفر له، او 70 مرة 7 مرات يبقى 490. لا مش بالحرف، يعني كمال العدد في الخطأ، يعني يرمز الى كمال العدد.